أبنائي بناتي طلبة وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي، إليكم هذا الخبر العاجل الذي بثته بوابة الأهرام الإلكترونية منذ قليل. الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يعلن أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي هذا العام كلها ورقية. وزير التعليم إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي. أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فجر اليوم السبت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي العام المقرر لها أن تبدأ اليوم السبت وغدا الأحد على أن تكون ورقية بالكامل. وقال الوزير في فيديو نشره قبل قليل على صفحته الرسمية الآتي: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي جميعها ورقية وليست إلكترونية. الامتحانات 70% منها اختيار من متعدد و 30% منها مقالية وهي كلها ورقية بالكامل. الامتحانات تضعها المدارس مع الالتزام بمعايير المركز القومي للامتحانات. مسموح باستخدام التابلت فقط للوصول إلى الكتاب الإلكتروني وبنك المعرفة. وإليكم الفيديو الذي بثه السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على صفحته الشخصية منذ قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حابب الحقيقة أوجه رسالة لأبنائنا في الصفين الأول والثاني الثانوي قبل بداية امتحانات الترم الأول لعام 21-22. إحنا بنحاول نفتكر مع بعض إن الهدف الرئيسي من كل الامتحانات في المرحلة الثانوية وفي كل نظام التعليم، بس بالأخص في المرحلة الثانوية، هو تقييم الطلاب والوقوف على مستوى فهم كل واحد مننا لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة، وخصوصا ولادنا اللي في أولى ثانوي اللي بيتعرضوا ليها لأول مرة واللي بتستهدف قياس مخرجات التعلم العليا. طبعا حضراتكم عارفين احنا نشرنا الجداول الموجودة أمام حضراتكم بتاعة امتحانات الترم في منتصف ديسمبر الماضي، وإن شاء الله تمشي بالمواعيد المعلنة كما هو موضح أمام حضراتكم للصفين الأول والثاني الثانوي. النهاردة الرسالة دي هدفها تغيير أساسي قررنا في الوزارة أن احنا نعمله تيسيرا على أبنائنا الطلاب، وتقليلا من كثير من البلبلة وسوء الفهم لموضوع الامتحانات الإلكترونية أو الورقية. الهدف يا جماعة من الامتحان ليس أن يكون الامتحان ورقي أو إلكتروني. الامتحان الإلكتروني هدفه الأساسي خصوصا في حاجة زي شهادة الثانوية العامة هو عزل العنصر البشري، بحيث كلنا نطمئن إلى أنه الأسئلة ما بيحصلش فيها تسريب ولا الإجابة بتتعرض لأي لخبطة أو خلط في الأوراق أو كده. وعدا هذا المهم هو السؤال، فما فيش فرق في الحقيقة بالنسبة للطالب ما إذا كان السؤال ورقي أو إلكتروني. طبعا لما اعلنا انه الاسئله اللي هي اختيار من متعدد هتكون الكترونيه ثم باقي الاسئله المقاليه هتكون ورقيه، كان الهدف برضو هو ان التصحيح الالكتروني يكون الكتروني بالكامل، لان الاسئله المقاليه لو اتعملت على التابلت هيبقى فيه عنصر بشري. ولكن لقينا الموضوع ده سبب كثير من سوء الفهم، فالقرار اللي بنحاول نشترك فيه مع حضراتكم الجدول زي ما هو والامتحان في ميعاده، اتفقنا ايه الهدف الرئيسي منه، ولكن في اطار حرصنا على تنظيم اعمال هذه الامتحانات باقل قدر من سوء الفهم هنعقد هذه الامتحانات ورقية بالكامل. يعني هتكون في المدرسة سواء بقى الجزء اللي هو اختيار من متعدد او مقالي هيكونوا كلهم مع بعض ورقيا، وبالتالي ما ناخدش بقى في أسئلة زي السيستم والتابلت، ولو التابلت وقعت، ولو ما عنديش تابلت، أو أنا مش متمرن على التابلت. عاوزين نعزل كل الأسئلة دي عن الفكرة الأساسية وهي تعرف الطلبة على أسئلة التقييم الجديدة، وبالتالي تيسيرا على الجميع في الأول والتاني الثانوي الامتحانات ستكون ورقية بالكامل، سواء الجزء اللي يمثل 70% اللي هو اختيار من متعدد، أو الجزء اللي يمثل 30% اللي هو المقالي.
الامتحانات دي هتكون بنظام الكتاب المفتوح. كتاب مفتوح مش معناه كتاب ورقي، معناه مصادر مفتوحة. احنا هنزود كل طالب بورقة من المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة، وده سؤال اتسألناه كتير. الوزارة هتقوم بتزويده بهذا، فهو ما يجيبش معاه ورقة مفاهيم، احنا اللي هنزوده بيها أثناء عقد هذا الامتحان. لا يسمح باصطحاب كتاب ورقي، احنا هنقدم ورقة المفاهيم والقوانين الأساسية. مش بس كده، التابلت تم اتخاذ قرار آخر بفتحها بالكامل، بحيث هتتاح ان الأولاد اللي معاهم تابلت يخشوا بيها. التابلت هي المرجع الرئيسي اللي موجود عليه محتوى رقمي للكتب نفسها، وممكن للطالب او الطالبه انه يحط نوتس على الكتاب الرقمي على التابلت بتاعته، او نستعين ببنك المعرفه اثناء الامتحان، او نستعين بالتطبيقات اللي هنحطها على التابلت بدءا من غدا الاحد 16 يناير. اي الابديت اللي الولاد هتعمله للتابلت هينزل بوكيه من التطبيقات، وهيفتح بنك المعرفه، بحيث ان التابلت بالنسبه لنا هتكون قدامنا هي المرجع الرئيسي، والامتحان كله ورقي عشان ما نتلخبطش او ما يضيعش وقت في الانتقال بين الالكتروني والورقي. انا عارف ان اللي بيسمع ده وولاده في الثانويه العامه بيقول طيب واحنا في الثانويه العامه، لا، مفيش اي علاقه باللي بنقوله هنا، ما نرميهوش على الثانويه العامه. الثانويه العامه شيء لوحده نظرا لظروفها ولاهميتها، وزي ما قلنا كثيرا هنتكلم على الثانويه العامه ان شاء الله في مطلع الترم الثاني، مش النهارده. ومفيش داعي للاستنتاج من اللي بنقوله على اولى وثانيه ثانوي فيما يتعلق بالثانويه العامه. الثانويه العامه حاجه ثانيه خالص. اوكي، خلينا دلوقتي لاولادنا اللي في اولى وثانيه ثانوي، الامتحان هيبقى ورقي بالمواصفه اللي اتكلمنا عليها قبل كده. وزي ما حضراتكم عارفين المواد التي لا تضاف للمجموع امتحاناتها يوم 15 و17 زي ما قلنا طبقا للجدول المعتمد ده في المدارس الرسميه والخاصه. المدارس الدوليه كل مدرسه هتحط اسئله امتحانات مواد الهويه الرقميه تحت اشراف الاداره التعليميه، وتعتمد هذه النتائج من الاداره كما جاء من قبل. الامتحانات بتاعت اولى وثانيه ثانوي كمان مش هتكون امتحانات قوميه، امتحانات الترم هتكون على مستوى المدرسه سواء النهارده او في الترم الثاني. هنكلف المدرس الاول للماده بوضع اسئله، المواصفه اللي هو بيستخدمها جايه من المركز القومي للامتحانات، ولكن الاسئله تختلف من مدرسه الى مدرسه. في كل الاحوال نسبه الاختيار من متعدد هتكون 70% والمقالي 30%. طريقة عرض الدرجات هتكون في صورة تقديرات، يعني هنقول الممتاز هو اللي جايب من 85 ل 100%، الجيد جدا من 65 ل 85، جيد من 50 ل 65، أقل من 50 يبقى ضعيف. الأعذار سواء كانت كورونا أو أعذار أخرى دي في قواعد معمول بها منذ سنوات لا تتغير، ويتم قبولها حسب القواعد المعمول بها. من حيث التدريب على الامتحان على التابلت لاولادنا اللي في اولى وثانيه ثانوي تحضيرا لان يبقى فيه في المستقبل امتحانات الكترونيه وبالاخص في الثانويه العامه، دي هنعملها اثناء الترم الثاني. هنعمل امتحانات تجريبيه هدفها الوحيد ساعتها هيكون التدريب على استخدام التابلت، ولكن مش عاوزين نخلطها بالترم الاولاني. فده الرساله اللي حبينا نقولها، والكتاب الدوري اللي حضراتكم شايفينه هيتم ارساله للمديريات فورا. احنا اثرنا نشرح ده الاول قبل ما يتم تداول كتاب دوري داخلي ويختلف الناس من حوله، واتمنى يكون الشرح واضح وكلنا ارتحنا للقرار الجديد اللي معمول للتخفيف عن ولادنا وللتركيز على اسئله التقييم الجديده. وشكرا جزيلا لاستماعكم.